أتمت وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين تجهيزات تتويج الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مواجهته الأربعاء مع الشباب في ختام منافسات الدوري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض. ووفقا لمصادر خاصة لام الرياضية، سيتم تتويج البطل من راعي المباراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم في المنصة الرئيسية في استاد الجامعة، قبل أن يحتفل البطل في أرض الملعب على ستيجن خاص يحمل شعار البطولة، على أن يستعرض الأزرق قبلها كؤوس النادي الكبرى التي حققها خلال تاريخه. هذا وتقرر أن يحتوي حفل التتويج على استعراض ألعاب نارية مع تشغيل أغاني خاصة تم إطلاقها تزامنا مع تتويج الهلال باللقب. يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة توج فريق النصر الموسم الماضي بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.